عبزيزة تتراقص على أرض ميدان المرموم تحفة ميادين السباق المرحب دائما بضيوفه الكرام في كل وقت وفي كل زمان ومكان. المركز الثاني اللي هي شوق لبخيت بن علي بالخصواني المنصوري في ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء، بينما ننتقل للمركز الثالث لنرى مقصصة لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي، والمركز الرابع وصلوا هالشحانية الجذابة للسيد مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين اللي محتلين المركز الرابع، وهم أيضا من ميدان الشحانية المعروف في كل مكان بأهله الكرماء والسبق اللي تنبع من هناك المنجم ذهبي صراحة، يعني لها التحية والتقدير ميدان شحانية. بينما نتابع نداءنا إلى المركز الخامس لنرى سمرقند للسيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي، ومن الجانب الآخر في المركز السادس اللي تحتله الذهيب لحمد بن جوعان بن حمد الشامسي، وتليها في المركز السابع مشاهدين الأعزاء شواهين لزيد بن سالم بن خيل المري، وطبعا ضيف هذا أكيد أنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة، هلا بهل المملكة وكل الترحيب لضيوف الكرام. بينما اللي غيرت كانت مركز الثامن غيرت كانت مركز الثامن خذت المركز السابع اللي هي شديدة غانم بن مصفر بن غانم بالقوبع المنصوري، وننتقل مباشرة إلى المركز التاسع. المركز التاسع اللي هي منحاف لعبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي، وعاشر المراكز هذه الذلول الصفراء بنشوف. يا سلام يا سلام الجذابة بخيت بن علي بن خصوان المنصوري اللي مسيطرة على عاشر المراكز، هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام لنداء أول يحمل عشرة من الأسماء في مقدمة الشوط، ومع الذلل المهجنات الأصايل اللي شوط يعني يتوافد له الجميع وأخوان هالقطر يشاركون يجربون تجارب موفقة دائما للمشاركات الخارجية يهوون عندنا هني، ونشوف يعني زين التهوية للذلول زين المفحام في ميدان غير ميدانها، لأنها يا له لا محام بتشارك في الختاميات بتشارك، خلها تزوره خلها تعرف المضمار تعرف الركض فيه تعرف الجماعة تعرف الميليشيا يعرفون هالربع يعملون لها حساب يشوفون لها ترتيب ما شاء الله، يعني كلها تكتيكي مثل المخططين اللي يقولون في الكورة، هناك في الكورة عندهم تخطيطات تكتيكات بعد يبنون عليها ما شاء الله. حيلة خطيرة اليوم، حيلة من فردة بفارق لا يقل عن 50 متر في المركز الأول في المقدمة مروحة. يا سلام معتدلة في مسارها من طلقة لتحمل شعار شحاني خطير، حيلة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند اللي يحمل الكثير لجماهير هذا الشعار من التباشير والبشائر والخير في الشحانية وفي دول الخليج، له جمهور في كل مكان، مو بشرط انه يكون بس في الشحانية بس في قطر، لا له عشاقه الشعار له متابعين له محبين، وشوفوا الرقص هذا اللي امامكم. ولكن خلونا ايضا نشوف بين الخيارين منطلق اليوم، هل قطر مسيطرين على الموقف على المركزين الاول والثاني، والخيارين يقود السلسلة الحافلة بالمصاعب من المركز الثاني فما فوق من خلال وجود الجذابة للسيد مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين في شوط الذلل الأصايل المهجنات. يمتاز الخيارين بصيد الرموز وصيد المراكز الأولى وخاصة بالأصايل المهجنات. نتمنى التوفيق للجميع ونرحب بالضيوف الكرام. سمرقند تحتل المركز الثالث، و اللي هي لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي، بينما المركز الرابع شديدة القادمة بشدة إلى المنافسة، شديدة مشاهدين الكرام للسيد غانم بن مسمر بن غانم بالقوبع المنصوري في المركز الرابع. المركز الخامس دخول من مقصصة لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي. المركز السادس يلا شوق 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 سلطان بن محمد بن معيصم الفلاحي، إذاعة أولى
لهذه الذلول منذ لحظات الانطلاقة. نتمنى لها التوفيق مشاهدينا الأعزاء. بينما المركز السابع شعار بالصايغ، ونرى منحاف لعبد الله بن خلفان بمخيط بالصايغ المزروعي، وثامن المراكز حاملة رقم 8 بالصدفة الذهيب حمد بن جوعان بن حمد الشامسي. نتمنى له التوفيق. هذا يهم زميلنا بالقعقاع بفزاع، يلا توفيق ان شاء الله. بنشوف المركز التاسع، اللي تحتل غزلان محمد بن عويض بن عياد الجهني من المملكة العربية السعودية الشقيقة. يا اما انه من الوجه ولا من املج ولا من العلا ولا من تبوك، على هواه وين ما يبى. نرحب به اجمل ترحيب ضيفنا العزيز الجهني. والله بالعاده هم هالهجن سبك ما يونك الا، وخاصه يوم يركضون في الشوط الاول. نتمنى للتوفيق، وعند جهينه الخبر اليقين ننتظر ذلك. نتمنى التوفيق للجميع. المركز العاشر اللي هي الجذابة بخيط بن علي بالخصواني المنصوري. بدأ ميدان المرموم ينحني إلى اليسار لكي يواجه خط النهاية ويتجه اتجاه سليم لذلك المكان. انتظروا 3 كيلومترات، قطعنا 5 كيلومترات مشاهدين الأعزاء، ولا تزال حيلة محتالة، واللي ما فيها حيلة ويجيزها الجميع فيها حتى هذه اللحظة، انها في إجازة لمستواها وأدائها. حيلة انطلقت، شرقت عليها الشمس، ناطحت خط النهاية عين بعين. ما شاء الله تبارك الله، منطلقة ولها عادات، مو بغريب عليها. حد مضمر تعرفون لها؟ علي حمد مقارح، يا سلام. روح يا ابن مقارح، روح مع هذا الشعار الكبير، مع هذا الشعار العملاق، وخاصة مع هذه الذلول اللي لها المزيد من الانجازات. وهل الشحانية موجودين؟ لا تخاف الا من الشحانية، وأيضا هالمرغم، وبعد تول الخير وايد، من مرخان قادم. وهناك أظن بن بالصايغ ولا بن مسفر بالقوبع قادم. الله ياهي، معركة بتكون هناك في خط النهاية، إلا إذا كانت عادت لأمجادها وعاداتها، معناها أن الموقف محسوم على أرضية المرموم. نحن نرى ونتابع ونعلق، والميدان يا حميدان، ولا فيه 8 كيلومترات تقدحن الذلول متر ينطح متر. والعد يلا عد حرك، اقبض لا تقبض، هذا شيء عايد لك. أما الآن فنحن عند لوحة 1800 متر على خط النهاية، للتذكير فقط، ولكن حيلة ما فيها حيلة. ما شاء الله، روح يا بن مقارح، روح بن مقارح، يقلع في أرض المرموم بن مقارح، يطير يغرد علي بن حمد بن مقارح بشعار المسند. هل الخور ينتظر يا المسند، وهو هناك أيضا يتابع بشباب عائلة، جميعا عائلة المسند يتابعون هذه العائلة الموقرة، شبابها وشوابها، الكل يتابع. 1400 متر للتذكير، وحيلة في المقدمة مسيطرة على الموقف، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. دعوني أرى في المركز الثاني اليذابة، في المركز الثاني مشاهدينا الكرام، ضيفة من قطر أيضا، بارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، سمرقند، راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، عند لوحة 1200 الأخيرة تحتل المركز الثالث. المركز الرابع، مقصص العبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي. المركز الخامس، مشاهدينا الكرام، هدنا لعلي بن حمد بن خليفة بن عبد الله العطية. شكرا يا ابو حياب على المعلومات. الله، طارت الطيور بأرزاقها، يبدو ان السلام شحاني يا اخواني،
يبدو أن شحاني ركز يا المسند ركز، ولكن اليذابة الخيارين خطيرين قادمة. الله 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 الله، يا سلام يا سلام، الخيارين الخيارين يتخيرون يتخيرون المقدمة، يختارون اليذابة اليذابة اليذابة. الله لها عادات، والله ان ابو سلطان قال لي ركز، قال لي ركز، قال لي ركز. اليذابة اليذابة اليذابة، يا سلام يا سلام يا سلام، سلام يا بني هاجر، سلام يا بني هاجر، سلام يا الوجبة، سلام يا بني هاجر، سلام للخيارين. تهانينا للسيد محمد بن زايد بن مطوع الخيارين، وخاصة المبارك بن محمد بن زايد لمطوع الخيارين. سلام شحاني سلام، سلام الدوحة سلام، قطر قطر قطر. الأشقاء ينتزعون الشوط الأول للذلل المهجرات الأصايل من خلال فوز اليذابة 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 اليذابة. الله تهانينا تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني سمرقند راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الثالث حيلة ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، المركز الرابع مقصص عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان التبي، المركز الخامس اليذابة بخيت بن علي بن الخصواني المنصوري، المركز السادس بن حاف عبد الله بن خلفان بن بخيت بن الصايغ المزروعي، المركز السابع اللي هي هدنة علي بن حمد بن خليفة العطية. هذه سبعة مراكز، اخلي ثلاثة لاخواني لكي يعملون شوي لكي يشتغلون. بشوف اليذابة فجرت النهاية تفجير 12 دقيقة 54 ثانية 9 أجزاء من الثانية. السلام للسيد محمد بن زايد المطوع الخيارين الهاجري وعياله وأخوانه، وخاصة مبارك مبارك مالك اليذابة، وسلام للدوحة، سلام ضيوفنا من دولة قطر الشقيقة بني هاجر الوجبة وما جاورها المناطق والأحياء الدبلوماسية. المركز الثاني هنا سمرقند 13 دقيقة 00:00 توقيتها للثمانية كيلومترات. تهانينا السيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير آل شتبي ممثل مرغم دائما وابدا في دبي. والمركز الثالث ضيف من دولة قطر الشقيقة هيله اللي ما قصرت صراحة، قامت بما تستطيع وأدت ما عليها لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، توقيتها 13 دقيقة ثانية واحدة وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا ونرحب بكل ضيوفنا الكرام مشاهدين الكرام الذين جاءوا من دولة قطر الشقيقة، من المملكة العربية السعودية الشقيقة، من سلطنة عمان الشقيقة، وإن كان هناك ضيوف من الكويت والبحرين الشقيقتين. الترحيب لكل أشقائنا أبناء دول مجلس التعاون الذين يساعدون على تهيئة هذا الموسم والانحدار به إلى ختامياته الجميلة. وأيضا نعم نعم يثنون المنافسة ويعطونها لونها وطابعها المميز. الآن الزميل حمد بن ضبيب الشامسي أبا القعقاع أبا فزاع مستعد للتعليق على الشوط الثالث، وهو شوط الزمول المحليات الأصايل في الجولة الأولى وضمن أشواطنا الستة عشر.